طيب يده العدو. نقف عند هذه وناخد دكتور منقذ محمود السقار من المدينة المنورة. دكتور منقذ اتفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته، يا مرحب. مرحبا بك شيخ صبري، يا ومرحبا بالأخ يا دكتور عبد الله. شكرا ومرحبا. كريم، أود أتحدث عن هذا الحدث من خلال عدد من النقاط. تفضل. أولا، هناك مشكلة ينبغي أن نتعرف عليها. تفضل. أن هؤلاء الطاعنين في الإسلام لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولا يعرفون القرآن الكريم الذي يطعنونه. نعم. القس جون سيري الذي أراد تمزيق القرآن في العام الماضي سئل: هل قرأت القرآن الكريم؟ قال: لا. هذه هي المشكلة. يريد حرق القرآن ولما يعرف ماذا في القرآن من عظمة. نعم. والطاعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. لو عرفوا عظمة هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام لما طعنوا فيه، ولا مالاكت ألسنتهم مالاكت من الإثم حول هذا النبي العظيم. طيب. هنا أخي الكريم أقول: ما هو واجبنا؟ واجبنا أن نعرف الأمة المؤمنة والأمة أمة الدعوة بهذا النبي العظيم، أن نعرفهم بخصاله بخلاله. أقول هذه فرصة ينبغي أن نهتدي لها. عندما نرى الناس يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام أن نذهب إلى بيوتنا فنعرف أهلينا بعظمة هذا النبي. لا يكفي أن نتحدث بأننا نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نضع النقاط على الحروف. نعم. فنعلم أبناءنا كيف يتأسون في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أقول هناك منهج الشيطان هو الذي يسول لهؤلاء فيقولون ما يقولون. نعم. العجيب أن لهؤلاء فكر لم أجده عند أحد في الدنيا. المستشرق المسلم ناصر الدين دينيه له كتاب يتحدث فيه أشعة خاصة بنور الإسلام، يتحدث فيه عن هذا المنهج الذي نجده عند المستشرقين ونجده عند هؤلاء الغربيين، فيظهر منهم هذا العجب العجاب. يقول عندهم فكرة بأن البشر يعملون على كتمان عيوبهم ويظهرون نقيضها. فماذا تؤدي عندهم هذه الفكرة؟ مجرد ما يقرؤون شيء في السيرة النبوية فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون فورا أن الحقيقة كانت عكس ذلك، وأن ما يشاع عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لتغطية عيب. فكر عجيب شيطاني. ناصر الدين دينيه ضرب له مثالا بالمستشرق البلجيكي هنري لامنس، له كتاب اسمه هل كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكول. طيب يا هنري، من فين جبت الكلام هذا؟ تمام. يقول: ما دامت السنة تتحدث عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن طول جوعه وعن كثرة صيامه وعن قلة الطعام في بيته، معناته في حقيقة هو يريد أن يخبئها، إذن هو كان أكولا. شيء عجيب. يقول لمنس: نعم. يقول لمنس: النبي صلى الله عليه وسلم كان نؤوما كثير النوم. من فين عرفت يا لمنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نؤوم؟ قال: لأن القرآن يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فما دام القرآن بيقول عنه إنه هو كثير السهر فمعناته كثير النوم. ما دامت السيرة النبوية تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه حسب المنهج اللي عنده تركيبته المقلوبة، إذا معناته النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير النوم. نعم. أقول عندما نتعامل مع هذه النوعية من البشر تفهم بالمقلوب وتقلب الحقائق بهذا الشكل العجيب، علينا أن نتوقع أن تصدر منهم هذه الإساءات وغيرها من الإساءات. نعم. لكن أقول ليسوا سواء، ينبغي بالحقيقة أن نضع أيضا الناس في ميزانهم الصحيح. هناك أناس في الغرب وفي غير الغرب من غير المسلمين مصفون ويقولون الحقيقة، هم كثر ليسوا قلة، هم أناس أحرجهم الدليل العلمي فألزمهم الحجة فقالوا الحقيقة. أنا أذكر فقط مثال من بينهم، المؤرخ الشهير جوستاف لوبون. هذا الرجل يقول: إذا كانت قيمة الرجال تقدر بعظمة أعمالهم فإنه يكون من المستطاع أن تقول، تستطيع يا شيخ صبري أن تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الشخصيات التي عاشها التاريخ. ما الذي يصنعون إلى قول مثل هذا الكلام؟ لا أعطيناه فلوس ولا رشينا ولا كل شيء. تمام. إنها الحقيقة التي توصل إليها هذا المؤرخ الذي أنصف النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. نعم. أقول شيخنا صبري، تفضل. ينبغي أيضا أن نتعلم في هذه الأزمة كيف نعبر عن مشاعرنا وكيف نعبر عن غضبتنا. الحقيقة إنه إحنا غضبنا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أقل الإيمان.
تمام. لكن أيضا لا ينبغي أن نسيء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عبر بعض التصرفات الرعناء التي تحولنا من أمة مشي عليها إلى أمة جانية. الناس نسيت الفيلم والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا مقتل السفير. نعم. القنصل والأمريكان وكذا، صح؟ نعم، صار مقتل السفير أهم من الإساءة. هو الحدث اللي بيتكلموا عليه، صح؟ أيوه، بسبب إيه؟ بسبب إساءتنا، تصرفاتنا. الحقيقة لغة أن نتحدث ونستأثر ونشجو ونتظاهر سلميا، هذه لغة يفهمها الغرب، ما في إشكال. لكن أن يصل الاعتداء، الغرب لا يفهم لماذا نعتدي. الغرب عنده الدين هو عبارة عن فكرة، فهو يستعجب لماذا أنتم تغضبون لفكرة قالها الآخرون. تمام. الدين ليس عنده أهمية كما هو في تاريخنا أو كما هو واضح. في تواخلنا. نعم، وضحت الفكرة. نعم. يا شيخنا. نعم. ولعلك تقصد ان هم في كتبهم او في الكتاب المقدس سواء العهد القديم او الجديد اساءات لرسل الله وللانبياء. نعم. ولرب العالمين، ويرونها حاجه امر عادي وطبيعي. توجد الاف الافلام تتحدث عن المسيح عليه السلام بالسوء، ما عنده مشكله عادي، عادي. الامر بسيط بالنسبه لهم. عن فكره لا اكثر ولا اقل. شكرا شكرا شيخنا، وجزاكم الله خير، ولا حرمنا الله من علمكم.